مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف سعادة السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سيد دياب اللوح. أهلا بك سعادة السفير. يعني تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة أيضا العمل على إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين، إلى أي مدى يمكن لهذه المساعي اليوم أن تذهب إلى طريق النجاح؟ بكل تأكيد سيدي، هناك تشاور وتنسيق وتعاون كامل بين الأردن وفلسطين من جهة ومصر أيضا، من أجل ترجمة كل الإشارات الإيجابية التي صدرت في الآونة الأخيرة إلى واقع عملي ملموس، من أجل إحداث انطلاقة جدية واختراق حالة الجمود السياسية التي مرت بها المنطقة في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل وجود إدارة ترامب وحكومة نتنياهو. وهذا طبعا يتطلب أن يكون هناك تنسيق وتشاور عميق وكبير جدا بين فلسطين والأردن ومصر، وفعلا هذا التنسيق وهذا التشاور وهذه الشراكة الكاملة بين الأشقاء في فلسطين ومصر والأردن قطعت شوطا طويلا، ليس في المجال السياسي فقط والدبلوماسي، وإنما أيضا في كل المجالات والميادين الأخرى. وكما تفضلت سيادتك أنه القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة جاءت تتويجا لهذه الشراكة الكبيرة العميقة بين الأردن ومصر وفلسطين. واليوم أيضا استهل هذا اليوم قبل عقد الدورة 156 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعقد ثلاثي مثل هذه القمة، شارك فيه معالي وزير خارجية الأردن ومعالي وزير خارجية مصر ومعالي وزير خارجية فلسطين، وأكدوا على ضرورة متابعة تنفيذ ما صدر من مخرجات عن القمة الثلاثية التي عقدت في الأول من سبتمبر في القاهرة. نعم سيد دياب، يعني بالنظر إلى التصريحات المهمة التي يعني خرجت اليوم والتي أكدت أيضا على الالتزام بحل الدولتين، اليوم يعني ما هي فرص عودة حل الدولتين إلى الواجهة؟ بكل تأكيد نحن في الأردن وفلسطين ومصر نتمسك بالمرجعيات والقرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة بحل الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ورؤية حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام، وأيضا رؤية السيد الرئيس محمود عباس للسلام، لأنه بدون التمسك برؤية حل الدولتين لن يكون هناك انطلاقة جدية لعملية السلام وبناء السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. لذلك كل الجهود التي بذلت من جلالة الملك ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس تصب في هذا الاتجاه، والإدارة الأمريكية تتمسك برؤية حل الدولتين، وهذه كما قلت إشارة إيجابية من الإشارات الإيجابية التي صدرت عن الإدارة الأمريكية الجديدة. نحن نعمل بإخلاص وبتعاون كبير من أجل تحويل هذه الإشارات الإيجابية إلى مبادرات سياسية لبناء السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وانطلاق مفاوضات بالرباعية الدولية. نعم سيد دياب، أيضا جرى الحديث اليوم عن استعداد لتقديم دعم يعني خليجي للفلسطينيين، برأيك كيف سيتمثل هذا الدعم وإذا تم الحديث عنها أيضا؟ نحن في فلسطين نشكر كل الدول العربية الشقيقة ونرحب بأي دعم سواء كان سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو مالي للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه في القدس، وخاصة ما نواجهه نحن الشعب الفلسطيني في القدس وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد والتقسيم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ونحن أكدنا في مشاريع قراراتنا التي تقدمنا بها باسم دولة فلسطين على الوصاية الهاشمية التاريخية جلالة الملك حفظه الله على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ونحن نتمسك بهذه الوصاية حماية لهذه المقدسات الإسلامية والمسيحية. نعم سيد دياب، يعني نستغل وجودك معنا وسأسأل عن يعني الإجراءات التي تقوم يعني أو يقوم بها الآن يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا سلطة الاحتلال بخصوص الأسرى في السجون الإسرائيلية، برأيك ما الحلول اليوم الموضوعة وأنت يعني أنت سيادة السفير كنت أسير في يوم من الأيام؟ نعم أنا كنت أسير سابق وتعرضت لنفس الحالة التي يتعرض لها الأسرى الذين
تمكنوا من نيل حريتهم بكل المقاييس. ما جرى هو انتصار لهؤلاء الأسرى الذين خرجوا من السجن، وانتصار لمجموع الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت هو هزيمة وانتكاسة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، سيما أنهم خرجوا من سجن يعتبر قلعة من القلاع المحصنة بين السجون والمعتقلات الإسرائيلية. إسرائيل تتصرف بتصرفات الآن قد تكون ممنهجة وقد تكون عشوائية. في محصلة الأمر، هذه السلوكيات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في القدس. لذلك موضوع حرية الأسرى هو حق مكتسب لكل أسير فلسطيني يبحث عنه بالطريقة التي يراها مناسبة. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف السفير الفلسطيني في القاهرة سيد دياب اللوح، شكرا جزيلا لك.